وللتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في الشان السوري صالح فاضل. اهلا ومرحبا بك استاذ صالح. بدايه، روسيا تروم عقد قمه رباعيه بشان سوريا، ما الذي ستقدمه هذه القمه خصوصا ان هنالك مباحثات في كل من جنيف واستانا؟ حقيقه يعني اذا بدي ارجع الى الوراء، الروس من بدايه الثوره السوريه من عام 2012 تحدث بوغدانوف وزير خارجية روسيا في ذلك الأثناء، قال سوريا متجهة إما إلى طائف جديد، ويقصد محاكاة لمؤتمر الطائف الخاص في لبنان، أو إلى صوملة. الروسيون هذا ما تحدثوا به في بداية الثورة 2012، والآن يتداعون إلى مؤتمر أو إلى قمة رباعية بشأن الأزمة السورية. أيضا الجرائم الكبيرة التي قام بها الروس، يريدون أن يخرجوا بما وجه من يقللون سواد الوجه الذي اعتراهم بسبب هذه الجرائم، فيشركون فرنسا وتركيا وألمانيا. وأظن مشاركة فرنسا وألمانيا مع تركيا هو لا سمح الله إن تعرضت إدلب لحرب ولمحرقة، ربما الفرنسيين والألمان يساهموا في لجم روسيا والنظام السوري عن هذه الحرب، لأن بعد ذلك ستمطر الدول الأوروبية بعشرات ألوف اللاجئين، وهذا ما لا تحتمله دول السوق الأوروبية المشتركة. طيب، يعني خبر سيطرة قوات النظام على بادية السويداء يفتح تساؤلا عن دور تنظيم الدولة في تصفية الثورة، علما أن السويداء كانت قد قررت أنها ستتخذ موقف الحياد منذ أن بدأت الثورة. الحقيقة الحياد في مسألة الثورة السورية، أنا أقول هو مع النظام. الحياد هو قوة للنظام، لأن النظام إذا حيد اللاذقية وحيد السويد وحيد حلب، ترى هذا هدف. الآن ما في حيادية مع المجرم، يجب أن يكون لهم موقف مع المجرم. ونعم، أقول أن داعش والإرهابيين والغلاة في كل مكان هم أداة استخبارية بأيدي الأنظمة، بل وبأيدي عدد كبير من دول النظام الإقليمي والنظام الدولي. اليوم حولوا معركة الشعب السوري الحر من خلال داعش إلى معركة ضد الإرهاب، وجيروا ناس ليوقفوا مع النظام لمحاربة داعش الإرهابية. أنا مع احترامي لهذا الرأي وأقول نعم داعش الإرهابية، لكن صانع الإرهاب في المنطقة هو بشار الأسد وزبانيته، وإن حاربنا الإرهاب لا يجوز أن تكون البندقية الثورية السورية بحالة من الأحوال حتى لو ضد داعش تصطف مع النظام. نحارب الإرهاب لنفسنا، وبنفس الوقت نحارب رأس الإرهاب ورأس الأفعى بشار الأسد ونظامه. وما داعش والعصابات الإرهابية إلا هي تشكيلات تابعة لهذا النظام وحزبه القذر الذي نشر الفساد الأخلاقي والقيمي، نشر تفكك هذه الأمة العربية مناقضا لشعاره وحده وحرية. هو ضد الحرية وهو ضد الوحدة، هو من ينشر الاستبداد في المنطقة. هؤلاء الجاثمون على قلوبنا في سوريا الطائفيون، الوحوش الطائفية المدعومة من إيران الفارسية العفنة، هدفهم تدمير الأمة العربية وفيما بعد تدمير الأمة الإسلامية. وتجد خلايا بشار الأسد منتشرة لإفساد هذه الأمة في كل دولة عربية بالتعاون مع إيران، بل وتطال الجاليات العربية في تركيا وفي أوروبا. الإيرانيون والنظام السوري هم من يخلق المشكلة، وهم رأس الإرهاب، وهم من أنتجوا داعش. وداعش معروف لدينا وبالوثائق أنها تدرب في معسكرات داخل إيران نفسها، وتدرب من سابقهم حتى عند الميليشيات الطائفية في العراق. طيب، يعني بعد الأنباء التي تحدثت عن مقتل 69 وإصابة 50 في انفجار مدينة سربدة، يعني هل تعتقدون أن ظاهرة التفجيرات في المناطق المحررة جزء من خطة لتصفية الثورة؟ لا شك أنها جزء لتصفية الثورة، وأيضا يريدون اليوم أن يجيشوا أو يوجدوا المبررات أحيانا لدول النظام الإقليمي ليقفوا مع بشار الأسد المستهدف من الإرهابيين. هو من يصنع الإرهاب، نعم هو من يصنع الإرهاب، ولذلك دول المنطقة يريد أن يوجد لهم مبرر أمام شعوبهم للمصالحة مع بشار الأسد المجرم. الحقيقة داعش وكل الغلاة، ومع الأسف بعض دول النظام الإقليمي بدون تسمية، لا يدخل هذه التسمية، هم أيضا مع بشار الأسد، لا يريدون لهذه الأمة أن تتحرر من العبودية والاستبداد. نعم، كان معنا من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري السيد صالح فاضل، شكرا جزيلا لك.